وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا رايح فين على الصبح كده؟ مشوار على السريع كده وهرد على طول. مشوار ايه دلوقتي يا سيكا؟ مشوار. طيب اعمل حسابك نتغدى سوا. يدوم يا حبي، يلا بالاذن. اتفضل. سلام. سلام. صباح الفل يا ام يوسف. يسعد صباحك يا حبيبي. ايه ده؟ على فين العزم؟ نازل بقى اتفسح شويه، الشوارع وحشتني قوي يا ام يوسف. طب يلا تعالى بسم الله افطر بقى، انا عامله طبق فول انما ايه يستاهل بقى. لا بالهنا والشفا، اصل انا مش متعود افطر. اوعى تكون مكسوف يا واد. مكسوف ايه يا ام يوسف؟ ده كلام. طب خليه على الغدا وانا فروم لكمو. ماشي يا حبيبي مستنيين. يلا بالاذن. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. السلام. ها ما قلتليش عملت ايه عند بابي؟ انبسطت؟ اه طبعا. وشفت مين هناك بقى؟ انكل عادل وطنط سوزي. ومين كمان؟ وطنط داليا. داليا مين؟ مرات جدو؟ اه بس ما كانتش هناك، رنت على بابي. ورنت على بابي قالت له ايه؟ مش عارف، ما كانش قاعد بس انا شفت صورتها على الموبايل.
عشان لازم امشي دلوقتي. ده ايه الفصلان ده؟ ده وقته. انت رايحه فين انت كمان؟ رايحه افتح لامي. ما انتش سامع الفرح اللي عاملاه بره. شويه وهتزعق وتمشي بره. اخس عليك يا ماما، دي مهما كان امي بره. مع عمتي برضه سايبها في بره. في ايه؟ الله، دي خالتي سونا كمان. خالتي سونا كمان؟ وجيجي. وجيجي، وانت فرحانه ولا ايه؟ ايوه. هيمشي كده. لا، هتروح تفتح انت ولا اقوم افتح انا؟ هروح انا. بس قولي لي انت وهتقومي ورايا. ماشي. وهتقومي. ماشي. ايوه ايوه ايوه. الاربعه. المنطقة كلها عرفت انك اتجوزت جوه. خلاص. شكرا شكرا. تعالي بسرعة. سماح نايمة. سماح نايمة. سماح نايمة. انت ايه اللي هقوله في الوقت؟ قصري يا جيجي. حبيبي يا ربي يا رب على الناس. في حاجة في الجورنال يا بابي؟ جرنال اسمه درشوري ده تافه تفاهة، عامل اعلان نص صفحة في الجورنال بيقعد في نفسه وبيضحك على مين ده؟ طب على فكرة ده مش غلط. مش قصدي يعني العمل والدهشوري، بس موضوع الدعايه دي بحد ذاتها مهم جدا. لما نشوف بقى. اديني بعت يوسف يعمل كام يافطه في المطبعه. بس اوعى يا بابي يعني يكونوا من اليافط القماش. يا بنت بقول لك المطبعه اليافط البلاستيك الجديده اللي بيعملوها. خلاص يا بابي ما تقفش عليا. في ايه؟ اخبار جماعه بتوع السفاره ايه؟ الناس دي حبالها طويله قوي. لا يا بابي، خلاص الموضوع قرب يخلص، ما فاضلش غير شويه ورق. ايوه بس يكونوا بيلعبونا ويروحوا يلفوا على الراجل صاحب الارض من ورانا. عيب عليك. ده انا غاليه للشين. طالع على ابوكي. بابي صحيح، انا عايز اسالك على حاجه. انت حكيت لحد تاني على موضوع سعيد ويوسف؟ حد تاني مين؟ ما انت عارف ان اسرار الشغل ما بتطلعش بره. مش عارفه يا بابي، في حاجه غريبه قوي حصلت النهارده. رامي جه قال لي انه شاف نمره داليا على تليفون سعيد وهو عنده في القريه. هو رامي حافظ نمره داليا؟ اذا كان انا ما اعرفهاش. بابي، سعيد عنده نمره داليا بصورتها. قولي لي يا بيت، الرايق طلع رايق ولا طلع موسع؟ ام سعد ايه يا اما؟ طفي من وشك. طب ده رايق روقان الدنيا. ايوه يا بنت، وقد كده يا الله 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 الله. ايه؟ قلت له ما سمعت. كل خير يا اخويا. حلو الحمام يا رايق. حلو يا عمتي السبع ايديك. بالهنا والشفا يا حبيبي على قلبك. حبيبتي مش يلا بقى ولا جيجي؟ نعم. مش يلا ولا ايه؟ ايه هنمشي. صباح اليوم بركة يا عمتي. هتتغدوا معانا؟ ما نتغدى. طب يلا بقى يلا. وهو يقدر على غدانا احنا كلنا. يلا يا مدير. يلا مدير. يلا يلا يا اخويا. يلا يلا يلا. مبروك يا رامي. اكلمك يا جيجي. اكلمك. ماشي يا اخويا. ماشي. سلام. مع السلامة يا سلام. يلا يا جيجي. كنت عارف اني اشوفك النهارده. يا سلام، ده انت واصل قوي بقى. طب ويا ترى عارف ايه تاني؟ عارف انه مش عيد ميلادي. مش لازم يبقى عيد ميلادك يعني. دي عادي، دي كده كده. ايه كده؟ دي عيد جديد ده. شفت حاجة حسيت انها تعجبك فاشتريتها لك؟ بس بقول عليها يعني هدية جامدة جدا. ده انت اللي جايبك. أمينة، أنا مبسوط. وأنا كمان مبسوطة. طب أنت مبسوط ليه؟ مش عارف. بس مبسوط. عمري أحس إن حد مهتم كده يعني، بيجي لي هدية وبحس بيها يعني. حاجات جديدة يعني. أنا قطعت هدومي عشان يجيبوا لي حاجة أنا بجوايا. خلاص لو كده دايماً أشتري لك هدية. لا لا، هي مرة واحدة خلاص. بس كفيني مرة واحدة. معاك ليه؟ ولا هو الغايب ملوش ناي؟ شكلنا ملناش ناي في اي حاجه خالص. بتقول كده ليه؟ مالك؟ المقدس شكله ناوي يرجع لبنته تاني. ما المقدس طول عمره رايح جاي، ايه الجديد يعني؟ المره دي وان واي، رايح ومش راجع. انت بتتكلم جد؟ صدقيني زي ما بقول لك كده. وانت جبت الكلام ده منين؟ هو اللي قالك بنفسه؟ هو ما قالهاش بصراحه كده، بس انا حسيتها من كلامه. طب والمحل والتجاره هيعمل فيهم ايه؟ ما هي دي الوقعه. شكله هيديهم لحد من صحابه ولا معارفه. يشوف ايه بقى، هيكروشنا ولا هيعمل فينا ايه؟ ربنا يبشرك بالخير. انت بتبكتيني على ايه؟ وانا في ايدي اعمله طيب؟ ما الواحد لو معاه قرش ولا حاجه ما كانش ساب المحل والورشه دلوقتي يروح في حته. بس هنعمل ايه؟ لا عين بصيره ولا ايد قصيره. بص، محدش عارف الخير فين. مش يمكن تلاقي بنته هاي زي اللي جايه تقعد معاها هنا؟
يا بنتي انت في حد يسيب بلدي ويرجع لها تاني؟ انت طيبه؟ خليك انت كده شايل الهم، انا مش ناقصه اقرف، راح اعمل كوبايه شاي. روحي. شايف النبي، شايف اللعب يا كبير؟ اسمه ده احلى الواد ده كريستيانو رونالدو. ايه؟ كريستيانو رونالدو ده احلى لعيب كرة في برشلونة يا كبير. بس عالي قوي. انت غالي جدا يا كبير، ده اغلى لعيب كرة قدم في الكرة الأرضية كلها. أخيرا. الحمد لله على السلامة يا برو. وحش نميمي. أخيرا إيه يا دول؟ تلات أربع أيام اللي قعدتهم في البيت، هتعمل لي عليهم قصة. سيئة على أخوك سيئة، أنت أخويا حبي وأفرح لك. أنا كمان نفسي أفرح بيك يا. إمتى بقى تهدأ وتكلني في حتة؟ لا ثاني، ما ماليش في الحوارات دي. ماشي. غطسان فين بقالك كام يوم؟ بتعمل مصيبة ولا إيه؟ مفيش يا عم، بنتفسح في البلد. فسح؟ فسح. من ساعة ما رجعت وأنا سايبك. قلت هيجي لوحده ويحكي لي. أنت معاك حكاية هناك ولا إيه؟ إيه اللي نزلك فجأة كده؟ أبداً يا حبي. الشغل كان ماشي زي الفل، زي الفل، والقرش رايح جاي، وأخدنا إقامة كمان. وكنا شوية وناخد الملك. بس تقول إيه بقى؟ مرات الراجل خواجه مش سايباني في حالي، بنت عامله زي الفرسه، طليانيه من الجنوب، بنت بحر يعني. بيني وبينك انا استحرمت ابيع الراجل ماكلني عيش. قمت خدت حاجتي وقلت له شاوي يا خواجه، وجبت بعضي وجيت. مش احسن من الحرام يا برو؟ احسن بقى. ماشي. ها؟ قولي لي بقى الحركه بنت المجانين اللي انت عملتها يوم ما جيتي لي المستشفى بالليل دي، ازاي؟ ما خفتيش يا بنت امك ولا اخوكي دياب يشوفوكي وانت نازله؟ خفت ما اشوفكش تاني. الله اكبر يا جدعان. معلش انا اسف يا جماعه، اهل الكافيه يعني اتنين بيحبوا بعض عادي يعني. معلش بس انا ما كنتش عارف اني غالي عندك قوي كده. عشان ما بتحسش. وجزمه قديمه ومبرطشه وريحتها تقرف الكلب كمان. ها ايه رايك بقى؟ بس بموت فيكي بجد. وحياة شيمو. يا يوسف انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ها؟ ليه؟ يا بنت وانت تقعدي تنطي لي كل شويه زي الفروع لوز ولا ايه؟ انا مش منبه عليكي، رجلك ما توبش ناحيه الحاره هنا تاني ابدا يا اما هكسرها لك. ما انت مش راضي تعبرني ولا حاسس ولا دريان بالمشكله اللي انا فيها. ما تولعي بجاز واسخ انت ومشاكلك، هو انا فضيلك؟ يا عم اهدى يا عم، الناس هتتلم. هو في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، بنت مجنونه وكدابه وبترمي بلاها عليا. انا كدابه؟ انا كدابه يا يوسف؟ ولو انا كدابه اللي بطني ده يبقى ابن مين؟ ابن مين يا انسه ولا مدام انت؟ دي جاي ترمي بلاكي على الجدع ولا ايه؟ اسمعي يا بنت انت، لاخر مره بحذرك، لو هوبتي ناحيه الحاره هنا تاني اكسر دماغك ومرمطك قدام الناس كلها. مرمطني يا يوسف؟ مرمطني؟ ما هو ده اللي ناقص. طبعا ما انت خدت اللي انت عاوزه ورمتني. لا يبقى انت ناويها بقى. روح امك. ايه ده يا عم يوسف؟ مش كده، مش كده. لا لا يا انت يا يوسف في ايه؟ كمان هو ده اللي ناقص. اهدي. في ايه؟ اساله، ما هو قدامك. اساله ايه؟ مفيش حاجه يا ميمي، بنت كدابه وبترمي بلاها عليا. يا عم الناس بتعمل ايه؟ اهدي بقى. تعالى يا عم يوسف. ما تتخافش. ولا حاجه. تعالى منه ومش هتعرف يا جبان. اهلا بالراجل التعبان. ليه بس كده يا جنرال؟ ليه؟ ايه انت مش كنت حزب وطني؟ ايه اللي خلاك تنط على حزب تاني يعني؟ انا مستعد كمان ارب دقني وامسك سبحه واحط ورقه بوسطه واخش في الهوجه كمان. يبقى ما غلطتش لو قلت عليك راجل تعبان وبتغير جلدك كمان. عمرك ما تغلط ابدا يا جنرال. خير يا دهشول. الشيم يا باشا. اشمعنى؟ نفسي اظبطه ظابطه محترمه، حد مكبرها في دماغه ومتخنها في مناخيره لما كبرت قوي 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 بقت فوق. وعاوز اكسرها له. نزل قصادك؟ مفيش حاجه تخفى عليك يا جنرال. دي حاجه غريبه جدا، الناس كلها بتعرف ازاي تختار اصحابها، ايه اللي الراجل ده بيعرف ازاي يختار اعدائه؟ الموضوع بين ايديك يا جنرال. انت لازم تنجح يا شوري. بركه فيك يا باشا. سلام يا شوري. طبعا يا حبيبي. كلم دي والاله اللي معاه. بعد اذن جنرال، يعني لو كان ليا ان انا اقول وجهه نظر، يعني بحكم خبرتي وعشتي مع سعادتك ممكن افهم سعادتك بتفكر في ايه. تهالي كده سعادتك عايز قرصه ودن خفيفه لشيمي ترجعه لمربحه. العهد دي بقى
الطيب والقل معاه اترقوا شويه بقوا يتسجنوا في عمليات اكبر من كده. فانا وجهه نظري ده لو من حقي ان انا اقول وجهه نظر طبعا ان احنا نجيب طقم جديد لنا هو اللي خلص لنا العمليه دي بعد كده نستفيد بيه قدام. انا ده رايي وطبعا الراي الاول والاخير لسعادتك يا جنرال. اللي عندك موجودين وفي خدمه سعادتك. خلوهم يجهزوا وينفذوا بس مش على البازار. امال فين يا باشا؟ على بيته. الدهشوري لازم ينجح. مش عشان الدهشوري يستحق النجاح، لا. عشان الشيمي هو اللي يستحق الصعود. يسقط يا باشا. واحدة واحدة بقى وبالراحة عشان أفهم الدنيا فيها إيه. العروسة اسمها إيه؟ نادين. عاش الأسامة يا ست نادين. في إيه مع يوسف؟ أنا ويوسف نعرف بعض من 3 سنين وحبيته قوي وهو كمان حبيني جدا على فكرة وما يقدرش ينكر كده وكنا عايشين مع بعض زي المتجوزين. لا زي المتجوزين ولا متجوزين؟ لا متجوزين عرفي وأنا حامل منه كمان. حامل من مين؟ من يوسف. حامل من يوسف؟ حامل من يوسف؟ أيوه. طب الورقة دي دلوقتي مع مين؟ مع ماما مديحة. ماما مديحة مين؟ مامة يوسف. ماما يوسف؟ آه ليه ماما مديحة يعني؟ أيوه ماما مديحة. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي حصل ده ما رضيش ربنا ابدا بس انا بقول لك يوسف ده عيل طيب بس هو بيتنرفز كده على طول. بس انا بقول لك اول ما يشوف الواد ده هيلخ. واد ايه؟ الواد ابنه مش البطل ده ابنه ولا ايه؟ اه. انت دلوقتي في الكام؟ في الثالث. ماشي. انت اول ما ربنا يقومك بالسلامه وتخلفي ان شاء الله تجيبي الواد وتيجي على هنا وانا بقول لك لو ما رضيش ياخده احنا اللي هنربيه. ده لحمنا برضه هنرميه في الشارع. لا معلش هو بقى اللي لازم ياخده ويربيه في حضنه وغصب عنه كمان. يا ست الكل انا بحل المشكله دلوقتي بعدين يحلها الف حلال. ماشي الكلام؟ ماشي. متشكر قوي يا استاذ. اسمي ميمي. متشكر يا استاذ ميمي. ماشي يا ستي تعالي دلوقتي اوصلك تمشيش لوحدك هدي عشان الدنيا تتظبط. اوكي يلا. اخبارك ايه يا مديحه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا مديحه بنحمد ربنا. على فكره ليكي عندي اخبار حلوه. يبقى جبتيلي عنوان الراجل صح؟ صح. الحمد لله الف حمد والف شكر ليك يا رب. بس هو في مشكلة كده. خير يا مدام؟ أصله مش في مصر. أمال فين؟ في بنها. حرام عليك يا مدام وقعتي قلبي. أنا كنت فاكراكي هتقولي إن هو بره مصر خالص. لا أنا قصدي يعني إنه بره القاهرة، بس قلت يمكن تزعلي لما تعرفي إن المشوار بعيد عليك. بعيد عليا؟ ده أنا بعد اللي شفته في حياتي أمشي لآخر الدنيا على كعوب رجليا بس ألاقيه، وأرتاح أنا ويوسف بقى. إن شاء الله، أنا متفائلة خير. يا رب يا مدام، يا رب. يا رب يا حبيبتي، خدي، اتفضلي. متشكرة ربنا يخليكي ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. ايه ده؟ واخرتها ايه في ايد اهلك المرعوشة اللي كل يوم تخسر لنا بيها حاجة دي؟ ما تزعليش يا يوسف. ما زعلكش ايه ما انت غلطان؟ لا بزعلي يا يوسف انا هنا زي زيك بالظبط. زي زيك ايه انت مجنون يالا ولا ايه؟ يوسف يوسف عشان خاطري خلاص عشان خاطري. امي امي نتكلم جوه. الله هي بقت كده. عايز وين؟ اتفضل. انت مانعه تجيب لي وين ولا ايه؟ اخر مره شفت فيها كان شكلك وحش قوي وبعدين احنا متفقين اكتر من مره ان انت لما تنزل من هنا ما ينفعش تنزل مش مركز عشان ما يحصلش مشاكل. يا سلام. هو ايه اللي حصل اخر مره يعني؟ كل ده عشان ضربت السكرتير الحيوان اللي واقف على باب بيتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي. اوكي مفيش صوت عالي ومفيش واين كمان. وقلت 100 مره التليفون يفضل مقفول طول ما انت هنا. هاي يا شيخه مجده هنعرف نعمل له حاجة؟ أيوه ينفع بس صاحب القطر ده دمه زفر قوي. يعني إيه؟ حباه وعشقاه؟ أه طبعًا بحبه وهو كمان بيحبني. أمال جاياني ليه؟ لا يعني هو كان بيحبني بس فجأة قلب عليا ومبقاش طايقني. حصل حاجة بينكم؟ لا خالص. ده لازم يتعمل له عمل تقيل قوي عشان يصرف جسمه بس العمل التقيل ده هيكلفك كتير
لأن بيحتاج بخور مخصوص وحاجات تانية غالية كتيرة قوي. اللي هتقولي عليه هدفعهولك. أنا ما باخدش حاجة ليا. أنت تروحي تجيبي طلباتك وترجعي لي تاني. وأنا أجيبها منين بس؟ لا، اتصرفي أنت بمعرفتك. يبقى تسيب 2000 جنيه مطرح ما أنتِ قاعدة، ولما يتم المراد هيبقى لنا كلام تاني أنا وأنتِ. 2000؟ أيوه. أستك. شيمي، أعمل لك حاجة تشربها؟ شيمي. ها؟ إيه ده؟ سرحان في إيه ده كله؟ ده مفيش حاجة، بس موضوع الانتخابات ده مشغلني حبتين. لا يا حبيبي، أنت قدها وقدود. ها، أجيب لك حاجة؟ لا ميرسي يا حبيبتي. أنت معاك نمرة سعيد؟ سعيد طليق غالية؟ هو في كام سعيد نعرفه؟ اه طبعا معايا. وكلمتيه من يومين ليه؟ انا علشان رامي، انت عارف انا بحبه قد ايه، وكمان كان نفسي يبقى عندي طفل زيه. هو حصل حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. طيب انا هقوم انام. مش هتقوم تنام؟ لا شويه بس كده، هكلم غاليه اتصل بيها على الموبايل ما تردش عليا. اوكي، تصبح على خير. انتي من قلب. ايه برضه مش راضي تقولي مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت من ساعه ما جيت البازار النهارده وانت مش على بعضك، ولا انت عايز تعرف عني بقى كل اسراري؟ انا معرفش عنك حاجه يا ستي، ولا اسرار ولا حاجه، عادي شوية كركبة كده في البيت وفي الشغل في الحياة كلها. طيب ما تحاول تطلع نفسك من الروتين والمود الوحش اللي انت فيه ده. اطلع نفسي من المود ازاي بقى؟ مش عارفة. هعمل اي حاجة. حاجة ايه اللي ممكن اعملها؟ انا عملت كل حاجة خلاص، ما بقاش في حاجة جديدة، كله بقى شبه بعض. طيب مش يمكن حاسس انك وحيد؟ أنا وحيد؟ ده أنا أعرف طوب الأرض. عندك حق، مرات كتير أوي الواحد بيبقى حواليه ناس كتير أوي، بس برضه حاسس إن هو وحيد. أنا هو قدامك، وعندي بابي وابني مالين عليا حياتي، بس مش عارفة، مرات كتير أوي بحس إن أنا عايزة حد في حياتي، مش عارفة أوصلها لك إزاي. وصلالي ما تخافيش، فاهم كويس قوي اللي انت حاسه بيه. بس هو فين بقى الحد ده؟ الناس كلها بقت وحشه، بقوا مكدبين ولا الكلب يعني. واللي بيضحك في وشك ده ما بتبقيش عارفه بيضحك من قلبه بجد ولا ضحكه صفرا والسلام. هو ده بالظبط بقى اللي حصل بيني وبين سعيد، وده يمكن اللي خلاني اخش في علاقه تانيه بسرعه من غير ما اعرف ولا افكر اذا كان الانسان اللي قدامي ده بيحبني ولا لا. بس أنا بشر وزي أي واحدة ست تانية. عارف الراجل كان معايا في الأوتيل ده يوسف، كان راجل بيحبني قوي وعايز يتجوزني، وكان بيعمل كل حاجة وكل تصرفاته كان بتثبت إن هو بيحبني فعلا عايز يتجوزني. بس أنا اللي ما كنتش عايزة، كنت خايفة قوي من موضوع الجواز ده. قلت بقى خلي راجل في حياتي يملى عليا فراغي وخلاص. على فكره يا غاليه، انت مش محتاجه تقولي الكلام ده. يمكن عندك حق، بس انا نفسي اتكلم مع حد من زمان وما لقيتش حد غيرك اثق فيه دلوقتي. تثق فيا؟ دي حاجه انا اعتز بيها. عارف حاجه يا يوسف؟ انت اول واحد اثق فيه من زمان قوي. نفس الإحساس ده يفضل على طول. وأنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، ما تخافيش مني. مش خايفة. خد يا ميمو. ده إيه ده يا باشا؟ نوطك. ولو إني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، أنا عملت حاجة كده على الضيق.
ماشي. مالك يا شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا. الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن. تستاهل. ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه؟ مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا. ماشي، على العموم لو احتجت حاجة أنا أخوك الكبير. حبيبي يا باشا. أوعى تتكسف مني أقول لك. لا يا باشا. طب أمورني بقى، كنت عايزني في إيه؟ مش أنا المرة دي اللي عايزك، المدام. يا نهار أبيض. ده أنا عينيا للمدام. تسلم عينيك. المدام فاتحة كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين. إذ فجأة الدور اللي فوق فضي، قلنا نأجره. الراجل مرضيش. زعلت أنا طبعاً، تأثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قال لك أبيع، قلنا نشتري. شطح في السعر جامد، زعلت تاني. تاني؟ اللي أقول لميمي أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما تزعلش صح. طب سعادتك انت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ ايوه. نعمل ايه تاني عشان ما تزعلش؟ طب احنا ممكن دلوقتي نجيب قرار ازاله للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما الارض هيجري عليك جري ويقول لك اشتري مني المبنى، هتقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له ايه؟ هيزعل. زعله. طب وقرار الازاله؟ يا باشا قرار ازاله ايه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. بنلعب ولا ايه يا باشا؟ بنلعب بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان يا رايق. انت حبيبي يا باشا. كان شكلك حلو قوي امبارح. لا انت الفستان كان حلو قوي، جبتيه منين؟ عارفه انت ضرب. ايه الحلاوه دي؟ جيجي عندنا؟ ده ايه الجمال ده؟ يا شيكو حلوه بجد يعني ولا بتجمل؟ عجبني كده يا بنت انت، في ايه الكلام ده؟ حلوه طبعا. طب اقوم انا بقى اعمل لكم شاي. اعملي كاكاو. ماشي كاكاو. انت فين يا دي؟ ايه اللي واخدك مني؟ مفيش، انا قلت بس هسيبك يعني في الظروف اللي انت فيها يعني. بس كده؟ بس كده. في ايه يعني؟ ايه يا جيجي؟ انت مش عارفه ان انت غاليه عندي ولا ايه؟ بس مش حاسه. مش دي عينك اللي انا عارفاه، انت متغير. انا لا متغير ولا اي حاجه، انا زي ما انا، مفيش اي حاجه. طب عيني في عينك كده؟ لا مفيش عيني في عينك بالكلام ده خالص، انا تعبان. انا كان المفروض اروح الشغل بس خلاص ما بقتش قادر، مش عارف اذا كنت هنزل ولا مش هنزل. وانت ايه اللي تعبك يا اخويا؟ كنت بتعمل ايه طول النهار؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ دي هديه؟ دي هديه انا كنت جايبها لك. شفت انت نسيتيني ازاي؟ دي هديه. ليه؟ هديه فيها فيومك حلوه انت فاهم. شفتي بس انا كنت مستني الوقت المناسب. ليه انا يا دي؟ اتفضلي اتفضلي. انت مش مصدقه ليه؟ هديه. لا مصدقه بس اصلك يعني كنت بعيد عني اليومين اللي فاتوا، حتى التليفونات بطلعها منك بالتين. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله. طمني خالص، طمني. افتحها؟ افتحيها افتحيها. دي رجالي يا ديب. رجالي؟ ايوه يا اخويا رجالي. رجالي ازاي؟ ده الراجل ابن العبيطه ده قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. خدي بالك قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. طب خد يا اخويا، شوف مين اللي صغرك قدامي. ايه يا بنت صغرك وكبرك والكلام الفاضي ده؟ ما تلعبلي يا بنت في ايه؟ انت عارف انا فين كويس قوي، لما تبقى تفوقي لوحدي بقى تعالى لي يا اخويا. يا مقدس بيقول لك في التلفزيون والراديو الاسلاميين هيفوزوا هيفوزوا. يا ابني ما يفوزوا. انت ايه اللي مخوفك؟ انا خايف. على ايه حسره؟ انا مش فاهم. طيب انا خايف عليك انت. انت راجل تاجر وليك فلوسك وتجارتك اللي في السوق. صح ولا لا؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايزك تعمل زي البنت هايدي وتشغلوا لي القلاقه في الفاضيه والمليانه، العمليه مش ناقصه. هو ده كلام انا يا مقدس؟ ده كلام الناس كلها. بيقول لك لو مسكوا هيفرقوا في المعامله ما بيننا ومش عارف هيعملوا فينا ايه وحوارات. اوه انت هتصدعني بقى. قوم يلا قوم عندك ياسين جه. حقك عليا. ايه يا مسعد؟ معاك لنا على المقدس ليه؟ صدقني ابدا. يا كذاب. انت عارف لسه كان بيقول لي ايه؟ لو الاسلاميين مسكوا هيمرمطونا ويشردونا ويدبحونا وكلام خايب بقى حاجه تقرف. لا في دي عنده حق. شفت؟ عم ياسين قال لك. وانتوا تلحقوا تعملوا حاجة؟ احنا هنخلص عليكم من أول يوم، هتصحوا الصبح ما تلاقوش نفسكم. أمانة عليك يا ياسين، لو أنا جيت من نصيبك خليك حنين. اتأخرت يا حبيبي محجوز والله.
واخد ام شنوده والواد ابنها والواد مين اللي على اول الشارع. يعني هعمل ايه؟ بس اقول لك انا هشوف لك سكينه برضو معايا زياده. تبقى كتر خيرك. ماشي يا عم ياسين. ماشي امشي كتمشي في ركبك واعمل لي شاي انا. انت بقى لك سكينه تلمى معايا. شفت الخيبه اللي احنا فيها يا ياسين؟ خيبه بالويبه والله. بس اقول لك يمكن يكون في المصلحه محدش عارف. مصلحه ازاي يعني يا ياسين؟ ما هو اي جرح عشان ينضف لازم تطلع الصديد اللي جواه علشان يقفل على النظافه. اللي بيحصل بقى معانا دلوقتي صديد ووساخه سنين طويله عشناها يا فؤاد. يا رب يطلع كلامك مظبوط مستريح من الغم. يا رب. ما تاخدش النفس خط. عارفه ايه اكتر حاجه بتخليني قلقان عليكي؟ انك في الدنيا لوحدك وانت عفري. وان كل اللي حواليك يا اما عايزين يطلعوا منك مصالح عايزين ينهشوا في لحمك. وكتير كنت بقول لنفسي يا واد واعيها وفاهمها. بس كنت ارجع اقول بلاش. احسن تفهمك غلط. يوسف انت بتخاف عليا قوي كده ليه؟ مش ده الطبيعي يعني؟ ان الواحد يخاف على الناس اللي هو بياكل عندهم عيش؟ يعني انت لو اشتغلت عند ناس تانية هتخاف عليهم قوي كده برضو؟ عايز توصلي لإيه؟ ولا حاجة. كنت بتكلم معاكي بصراحة. يا ريت. أنا لو رحت اشتغلت عند ناس تانية برضه هفضل أخاف عليكي. ليه؟ ليه عشان زي طب إيه رأيك نقلب السؤال؟ يعني بدل ما أنت بتسأليني وأنا جاوب أنا اللي أسألك وأنت تجاوبي. تفتكري ليه يعني أكون بخاف عليكي؟ مش يمكن إجابتي تكون غير إجابتك؟ يمكن تكون زيها؟ يمكن. ألو؟ أي بابي؟ إيه؟ مين الناس دول؟ طب أنا جاية لك حالا. باي يا بابي باي. في ناس دخلوا على بابي الفيلا عايزين يقتلوه. يلا يلا. تعرفي يا أمال؟ إيه؟ أحلى حاجة فيكي إنك زي الوردة حتى لما كبرتي لسه ريحتك فيكي. كبرت؟ طب يا سي عرف شيل إيدك من على الوردة لجيك شكة. أموت أنا في الشكشكة. إيه؟ مفيش سلام عليكم؟ ده اللي جابك هنا؟ إيه يا ست أمال؟ هي دي اللي فهمت وعقلت؟ طب قبل ما تفتحي لي محضر قولي لي ازيك يابا؟ ابويا مين؟ ابويا اللي بيجي ياخد مزاجه كل كام شهر ويمشي؟ ولا ابويا اللي بيجي يضحك على الست الغلبانه دي بحضنين وكلمتين وياخد شقه بنته؟ اهدي اهدي، ده ابوكي مهما كان. ابويا؟ ابويا مين يام؟ ابويا اللي جاي ياخد مزاجه ودم ابنه لسه ما بردش؟ نص يابا فاكره؟ فاكر ابنك ولا نسيته؟ الله يرحمك يا نص. الله يرحمك يا اخوي. انا لازم انزل اشوف بابي، مش عارفه استنى اكتر من كده. تنزلي تروحي فين؟ اوعي تحركي من العربيه، فاهمه؟ يا يوسف في ايه؟ في عيال نطت على فيلا الشيمي. يا بلدي خد خلي ده معانا. Come on.
بس اتكتب لي طريق ومشيت.